السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الدرس مهم في عالم الاعلاميات، اللي هو كيتكلم على لي زادابتابل ولا لي كابل اللي كيكونوا في الحاسوب كما كتعرفوا. ولكن قبل ما نبدا الدرس، ما فيها باس ديروا معنا واحد الاشتراك وواحد الاعجاب وتركوا لنا تعليق اللي عنده اي تساؤل. اليوم غادي نهضر لكم على لي زادابتابل، يعني بزاف ديال الناس كيمشي كيشري حاسوب ولا عنده حاسوب متواجد في الدار وجاب ايكرون وكيبغي يكونيكتيه مع الشاشه ولا مع التلفازه، وكيلقى عنده الكابليات مختلفين، يعني اما كيلقى الفيجيا والاش دي مي ولا ديسبلاي والاش دي مي ولا العكس. يعني كاينين في السوق لي زادابتابل اللي هما كيصلحوا كي كي لهذا الشيء. هذاك الشيء علاش بغيت نعطيكم واحد الدرس اليوم ونشرح لكم شنو هي الفيجيا، شنو هو الديسبلاي، كي داير الكابلي ديال الفيجيا، كي داير الكابلي ديال الديسبلاي، وكي داير الكابلي ديال الاش دي ام اي. هذا الشيء علاش جيت اليوم باش نشرح لكم هذه الفكره. كما كتعرفون الاغلبيه ديال الحواسيب اللي كانت قديمه، اللي يعني الموديل ديالها قديم، كان فيها هاد كتلقى الصورتي ديال الفيجيا على هذا الشكل هذا. يعني هذا نوريكم، هذا هو الفيجيا، يعني كتلقى في الحاسوب ديالك مكتبي ولا متنقل، يعني بي سي بورتابل ولا بي سي بيرو، كتلقى فيه هاد، كتلقى في ليكرون هذا وفي البي سي ديالك كتلقى هذا. يعني هذا كابلي ديال الفيجيا كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديال الكابلي ديال الفيجيا. يعني هذا ما كيكون عندك حتى شي مشكل، كاع لي بي سي القدام كان في الداتا شابل في لي زيكرون في البيسيات كيكونوا هاد الفيجيا على الشكل هذا. هذا هو الفيجيا. من بعد خرجوا عاوتاني حواسيب وفيهم صورتي ديال الدي في، كاين الدي في على هاد الشكل هذا، كتلقى عاوتاني الدي في على هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل ديال الدي في، يعني كتلقاه غالبا كتلقاهم هاد الدي في في لي زيكرون وفي البيسيات، يعني ما كتلقاهمش في داك الشاشات الجداد ديال التلفاز ولا الداتا شارب، ما كتلقاش فيها هاد الدي في، قليله كاينه في الكاميرات، في الريسيبتور ديال الكاميرات كيكون فيهم هاد الصورتي هذا. ومؤخرا عاوتاني ولاو كيجيو بالاش دي مي، والشكل ديال الاش دي مي اللي هو غني عن التعريف، اللي كاين في التلفاز في بزاف ديال الانواع ديال لي زيكرون اللي ولا فيهم هاد الاش دي مي كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديال الاش دي مي على الشكل هذا، هذا الشكل ديال الاش دي مي اللي متواجد. ما فيها باس ديروا معنا واحد الاشتراك وواحد الاعجاب في القناه. ومؤخرا كاين ديسبلاي، ديسبلاي اللي داير على هاد الشكل هذا، ديسبلاي عاوتاني كاين في لي زيكرون جداد كاين على هاد الشكل هذا، كاين بحال الاش دي مي، ولا شتي تقول اش دي مي بحال هاد الشكل هذا، ولكن ها هو اللي شفتو معايا كتلقاه عندو هاد الكريين هنايا، هذا هو ديسبلاي، هذا هو الشكل ديال ديسبلاي اللي ما كتشوفو معايا، هذا هو الشكل ديال ديسبلاي. هادشي علاش بغيت نشرح لكم، بالناس بزاف ديال الناس كيمشيو كيتسائلوا واش فيها الصورتي ديال الديسبلاي، واش فيها الصورتي ديال اش دي مي، واش فيها الصورتي ديال الفي جي ا، واش فيها الصورتي ديال الدي بي. هذا هو الفرق اللي كاين، وعلاش وفين كيتجلى عاوتاني الفرق بالنسبه للماتريال. الديسبلاي ماشي هو الفي جي ا، والفي جي ا ماشي هي الاش دي مي. هذا هو الفرق في الريزوليسيون ديال ليكرون. ليكرون بالنسبه للديسبلاي اخر فيرسيون ديال الريزوليسيون ديال ليكرون كتلقى فيهم ديسبلاي، يعني كيعطيو الصوره كلير بزاف على الاش دي ام اي وعلى الفي جي. هذا هو الفرق. اليوم الدرس اللي بغيت نشرح لكم هو كما قلت لكم، كتلقى عندك ليكرون وما فيهاش الصورتي ديال ديسبلاي، والبي سي فيه ديسبلاي، يعني كتقول كيفاش غندير نخدمه وانا ما عنديش هاد لاسورتي. هنا وفروا الشركات هاد لي زادابتابل اللي دايرين على هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا عندك بي سي فيها ديسبلاي بحال هاد الشكل كما كتشوفوا، وكتشري الادابتابل على هاد الشكل هذا، يعني كدير هذا في البي سي في لينيتي ديالك
وهذا كدير فيه الفيجيا اللي عندك فيها ليكرون، ولا اضفت ولا البيسي ولا الداتا شابل. يعني هذا الشكل ديال ديسبلاي الفيجيا. وعندنا عاوتاني الشكل ديال الديسبلاي كما هذا الشكل هذا هو الاش تي ام اي. يعني هذا ديسبلاي اش تي ام اي كما كتشوفوا معايا، هذا ديسبلاي اش تي ام اي. وكاين عاوتاني كاين ديس كاين دي في كما كتشوفوا معايا، كاين عاوتاني الدات ادابتابل ديال الدي في والاش تي ام اي اللي داير على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هادو على هذا الشكل هذا، هادو هما لي زادابتابل اللي كاينين في السوق اللي كاينين. كما عاوتاني كاينين بحال هذا الشكل، هادو كيخدموا الابل كما كتشوفوا معايا. كاين هذا الشكل هذا عاوتاني بالنسبه اللي عنده الابل، كاينين عاوتاني هاد الشكيلات هادو دايرين على هاد الشكل هذا، هاد الشكل هذا. هذا هو الدرس ديال اليوم. يعني كاينين لي زاتاب طابل كتار، كاين بحال هذا ديال ار جي 45، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا، كاينين بزاف ديال، كاين عاوتاني على هاد الشكل هذا. يعني كاين لي زادابتابل كتار هاد الشكل هادو كما كتشوفوا معايا هنا. يعني كاين بزاف ديال الاشكال، كاين هذا عاد ثاني ديال الاش تي ام اي ديسبلاي. يعني اي حاجه عندها ادابتابل ديالها كاين كتار موجودين في السوق والشركات. يعني اي حاجه غادي تسول غادي تلقى كتباع في السوق الى بغيتيها. هادشي هذا هو الدرس ديال اليوم. فيها بس ديروا معنا واحد الاشتراك واحد الاعجاب بهذه القناة وتركوا لنا تعليق، وشكرا لكم.